أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. نبدأها كالعادة بالعناوين. مسؤول أممي يبدي أسفه في عيد الأم، لا نستطيع إهداء أمهات المختطفين أخبارا مفرحة عن أبنائهم. صحيفة بريطانية تقول الصومال ليست وجهة مناسبة لليمنيين الهاربين من الحرب. وفي الأخبار الأكثر قراءة، دول عربية في قائمة البلدان الأكثر تعاسة في العالم. وفي صحيفة البيان، أمريكا تمنع حمل الأجهزة الإلكترونية للقادمين من الشرق الأوسط. أهلا بكم، والبداية من أكثر الأخبار تداولا في المواقع المحلية، والذي جاء في موقع المصدر أونلاين بعنوان: رابطة أمهات المختطفين تعلن عن اختطاف 160 شخصا بشكل قسري في العاصمة صنعاء. وقالت رابطة أمهات المختطفين بالعاصمة صنعاء إن 160 من أبنائهن مخفيون بشكل قسري في سجون جماعة الحوثيين وقوات صالح، ولا يعرف شيء عن أحوالهم، ولم تحصل أسرهم على فرصة للقاء واحد بهم. وذكر بيان للأمهات حصل المصدر أونلاين على نسخة منه إنهن يعشن عيد الأم حزنا والمعاناة تتجدد، فالاختطاف مستمر والانتهاكات في حق أبنائهن المختطفين والمخفين قسرا تزداد يوما بعد يوم. وبحسب البيان، فإن نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر بصنعاء هيو هانس براو أبدى أسفه أنه لا يستطيع إهداء الأمهات أخبارا مفرحة في عيد الأم، وأبدى تعاطفه مع أمهات المختطفين وأبنائهن المخفيين قسرا، كما أبدى إعجابه بصلابتهن. حرب الميليشيا المستمرة في تعز ولدت عددا من القصص المأساوية لدى فئات واسعة من المجتمع، وفق ما نقله موقع بوست، مضيفا أن الحرب المتواصلة في تعز وتوتر الأوضاع الأمنية أدت إلى مضاعفة المعاناة النفسية للسكان خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا فئة الأطفال. ويروي الموقع قصة أحد الأطفال في المدينة ويقول إن مازن طفل في 14 من عمره، بعدما قضى أصدقاءه في مجزرة أثناء تجمعهم على صهريج للمياه بمنطقة حوض الإشراف، أصبح يسمع صوت القذائف والصواريخ ويركض ويختبئ محتميا بأحد أفراد أسرته. الطبيب النفسي محمد عبد الرحمن المجيدي قال للموقع بوست: النسب الأكبر من حالات الاكتئاب كانت من نصيب الفئة الشابة، والسبب يعود لكون هذه الأعمار تمتلك دائما توقعا عن المستقبل القريب والبعيد للحياة. ويضيف المجيدي: نصادف الكثير من الحالات الشديدة أو شديدة الاكتئاب، والتي يصل فيها المريض إلى قطع تواصله الاجتماعي مع الآخرين. يكشف الكاتب حسن عبد الوارث عن وجود ما يزيد عن 250 ألف مخطوطة لدى مواطنين، معظمها من النوع النادر والنفيس. ويضيف عبد الوارث في المقال المنشور في صحيفة الخليج: علمت مؤخرا أن أكثر من 2 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية يمنية مبعثرة لدى جهات ومؤسسات في الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا ودول أخرى، وأن هناك مطالبات رسمية للحصول عليها أو على صور منها. وكانت هيئة الآثار والمتاحف اليمنية استعادت منذ فترة عددا من الوثائق والمخطوطات الإسلامية نفيسة القيمة من عدة بلدان، بينها 5 مخطوطات تاريخية بالغة الأهمية ضبطت مع يمني قام بتهريبها إلى إحدى الدول، وبضمنها المخطوط الفقهي الشهير منهج الطالبين لقاضي القضاة زكريا الأنصاري، ومخطوطات بالغة القدم لأجزاء من القرآن ودورر الفقه الإسلامي. وبحسب مصدر في وزارة الثقافة، فإن عدد المخطوطات الموجودة بحوزة مواطنين تزيد عن 250 ألفاً، معظمها من النوع النادر والنفيس، في ظل انعدام الإمكانات التقنية الحديثة اللازمة للحفاظ عليها من التلف. وكذا في ظل انعدام الإمكانات المالية لدى هيئة الآثار لشرائها من المواطنين. وتتواتر الأخبار والمعلومات بصورة شبه يومية عن حالات نهب وتخريب عديدة تتعرض لها الآثار والمخطوطات التاريخية
في عدد من المناطق اليمنية التي طالتها تداعيات الحرب القائمة في البلاد، بالتوازي مع اتساع رقعة نشاط سوق الإتجار بالآثار بغية تهريبها إلى الخارج مقابل مبالغ طائلة، حتى أن صفحات في وسائل الاتصال الاجتماعي ومواقع إلكترونية عديدة ظهرت مؤخراً لهذا الغرض، حيث يقوم أصحابها بالإعلان عن قطع أثرية ومخطوطات وكتب تاريخية معروضة للبيع لمن يرغب ويملك المال الكافي لاقتنائها، أو من يعلن عن حاجته إلى شراء أصناف محددة من القطع والمخطوطات، ما يكشف عن علمه المسبق بأنها باتت متوافرة في أيدي لصوص وتجار الآثار. معلمون بلا رواتب ومدارس تعلن الإضراب المفتوح، هذا ما عنون به موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية، مضيفا أن الظروف أجبرت كثيرا من المعلمين على النزوح إلى قراهم، ما أدى إلى نقص متزايد في الكادر التعليمي في مختلف مدارس اليمن، وحتى الذين بقوا في أماكنهم لم يعدوا أو يعد باستطاعتهم توفير أجرة المواصلات إلى مدارسهم. ويقول الموقع إن كثيرا من المدرسين أعلنوا الإضراب الجزئي والمفتوح حتى يتم تسليم رواتب منتسبيها، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى حيث يحضر الطلاب ويغيب المعلمون أو يغيب الاثنان معا. وذكرت حركة تربويون بلا حقوق أن الإضراب الكلي بدأ يشل سير العملية التعليمية في صنعاء ليتجاوز نسبة 50%، بينما الإضراب الجزئي يغطي النصف الآخر. وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 70% من مدرسي التربية والتعليم في أمانة العاصمة مضربين عن التدريس احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم. إلى موقع الاشتراك نت والذي عنونا في صفحته الرئيسية، إدارة مستشفى الثورة بصنعاء تفرض رسوما باهظة للخدمات المجانية وتحيل موظفين للنيابة العامة بدعاوى كيدية. وقال الموقع إن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء فرضت رسوما باهظة للخدمات العلاجية المجانية التي كانت اللجنة الطبية العليا أقرتها للمرضى المعسرين. وبحسب مصدر طبي قال للاشتراك نت إن إدارة هيئة المستشفى فرضت رسوما خيالية بتسعيرة جديدة للخدمات الطبية المجانية التي كان يقدمها قسم الطوارئ باعتباره المنشأة الطبية الأكبر في البلاد. وأضاف الموقع ألزمت الهيئة المرضى المعسرين بدفع رسوم كبيرة تفوق أسعار القطاع الخاص مقابل الخدمات العلاجية المجانية، الأمر الذي لاقى استياء ورفضا كبيرا من قبل كوادر وموظفي المستشفى نتيجة تعامل الإدارة بهذه الطريقة. سأقول لكم شيئا لا أحد في هذا العالم يهتم باليمن ولا بأوجاعه ولا بمأساة شعبه وجوعه، فاليمن في الدرك الأسفل من اهتمامات العالم الطبقي والانتهازي، هكذا يبدأ نبيل الأسيدي مقاله المنشور في يمن مونيتور وقال في جزء منه. سيفشل كل من يراهن على شهامة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، فليس هناك سوى المصالح المتنمرة واقتصاديات الحرب وصفقات المواقف السياسية. اليمن ليست سوى أرض لحرب المصالح، والمتقاتلون ليسوا سوى بيادق على رقعة دول النفوذ والمصالح، نموت لكي تربح أوراقهم وتسيل دماؤنا كي يحصلوا على المكاسب. نحن أرض الحرب البديلة ونحن قتلى وضحايا صراع الكبار. اليمن لدى إيران ليست سوى نفوذ يحاولون إعادته، وفي كتابهم الخالد المسمى الشهنامة أي ملحمة الملوك الذي ألفه الفردوسي أبو القاسم منصور في الفترة ما بين 977 و1010، والذي يذكر في بعض أبياته اهتمامهم باليمن ونفوذهم فيها ويعتبرها جزءا من بلادهم، وهو يعد الملحمة الوطنية لبلاد فارس. كما أن اليمن بالنسبة للسعودية الشقيقة الكبرى ليست سوى حديقة تابعة يجب أن تكون ضعيفة ودولة هشة لا يسمح لها بالقوة ولا بالسقوط. هذه هي وصية المؤسس الحكيم الذي نصح سلالته الحاكمة بما يبقي نفوذهم في اليمن. إذن لا تنتظروا من المجتمع الدولي أن ينقذنا من هذه الحرب، فقد ارتضينا أن نكون جنودا في أرض المعركة البديلة وأن نكون وجوها ليست لنا. سنموت وتتناقص أرواحنا ليزيد رصيد حكام هذا العالم من أموال قاتلينا. نحن اليمنيين لم نرحم أنفسنا ولا بعضنا، فلا تنتظروا من العالم أن يرحمنا. إلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنونا في أحد أخباره المتعلقة بالمزيد من المضايقات التي تفرضها ميليشيا الحوثي على الإعلام، وعنونا الموقع
نقابة الصحفيين تدين ما تعرض له طاقم قناة الغد المشرق بالحديدة. ويقول الموقع: دانت نقابة الصحفيين اليمنيين عملية اعتقال جماعة الحوثي بمدينة الحديدة للإعلامي علي السقاف والمصور عبد الحكيم عباد وناشطين علاء الشافعي وكمال الشاؤوش بحجة أنهم يعملون مع قناة الغد المشرق. وقالت النقابة في بيان لها إن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا في وقت سابق الحرم الجامعي لجامعة الحديدة واختطفوا الأربعة من كلية الآداب قسم الصحافة وأبقتهم في السجن لمدة أسبوع. وإلى موقع آخر: لجنة تطوعية في حضرموت بدأت عملها لبناء جسر أرضي في وادي المعابر بمديرية حجر بدعم ومساهمة من فاعلي خير، والذي يعتبر جسر حياة لأبناء المديرية النائية. وينقل موقع عدن تايم عن القائمين على المحاولة التطوعية قولهم: إن الحملة انطلقت منذ نحو 6 أشهر للسعي في دعم المشروع، والذي سيحد من معاناة أبناء مديرية حجر المتكررة مع كل موسم أمطار وسيول. ويمر المشروع بمرحلتين: الأولى عمل تصريف لمياه المعبر بعيدا عن موقع بناء الجسر الأرضي، ثم عمل حفريات في كلا الجانبين مع وضع الصخور والخرسانات. ويتابع الموقع: تعد الطريق ممرا يسلكه أبناء مديرية حجر والمديريات الأخرى، وينقلون عبره منتجاتهم الزراعية وعلى رأسها التمور إلى مناطق حضرموت المحافظات الأخرى. وحسب الموقع لا يكاد يمر موسم الأمطار والسيول لأبناء تلك المناطق إلا وتنقطع بهم السبل للوصول لمناطقهم، ويصعب حتى نقل مرضاهم وتتوقف الحياة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة بريطانية إن الصومال لم يكن وجهة مناسبة للهاربين من الحرب في اليمن، نظرا لاقتصادها الكارثي ووضع مواطنيها الذين مزقتهم الصراعات لعقود وصاروا الآن يواجهون خطر المجاعة. وأضافت صحيفة تيليغراف: رغم تلك الظروف الصعبة والجفاف الذي دمر المحاصيل وأفنى الماشية، انتقل خلال العامين الماضيين عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الصومال وأرض الصومال. وتضيف الصحيفة: أبحر هؤلاء البؤساء في أسطول غير رسمي من القوارب عبر خليج عدن، فارين من اليمن فقط ليجدوا أنفسهم نهبا للجوع في موطنهم الجديد. ويقول أحد اللاجئين للصحيفة: هناك حرب في اليمن، وهنا في الصومال لا يوجد عمل جيد، لكن على الأقل الأمن موجود. وذكرت الصحيفة أن نحو 33 ألف لاجئ فروا من اليمن إلى الصومال منذ العام 2015 وفقا لإحصائية المفوضية العليا للشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التدفق المنتظم. صحيفة العرب الجديد قالت إن الأمم المتحدة رفضت طلب التحالف العربي بقيادة السعودية الإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن، والذي يسيطر عليه مسلحو جماعة الحوثيين. وكان التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية قد طالب بوضع هذا الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا في إطلاق نار على مركبهم قبالة الحديدة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إن على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد، وهذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى الآخرين. وأكد أن المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصرا وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك.
الكاتب سلطان الجسمي قال في صحيفة الخليج أن التاريخ بدأ بكتابة الفصول الأخيرة من مسلسلات داعش المخزية والتي روعت العالم بالجرائم الوحشية اللا أخلاقية وأفكار الكراهية السوداء، ويضيف: بدأ واضحا منذ البداية أن تنظيم داعش الإرهابي صنع لغاية ما، فقد خرج من قلب العدم وأصبح في فترة وجيزة قوة ظلامية كبيرة في العراق وسوريا ومناطق أخرى، تمتلك إمكانيات استراتيجية اقتصادية وعسكرية وإعلامية، ما يضع ألف علامة استفهام حول هذا التنظيم ومن يقف وراءه ويفتح له الأبواب المغلقة. من الواضح أن الإرهابيين أطلقت أيديهم في المنطقة عمدا لخدمة مشاريع مشبوهة، وأخرجوا من قعر السجون وفتحت لهم منافذ التمويل وسهلت لهم العمليات على الأرض، ولم تكن هناك جدية في القضاء عليهم وتطهير الأرض منهم. مارس هذا التنظيم منذ بداية إنشائه عمليات القتل الجنونية، واتجهت آلته الإعلامية بشكل خاص ومكثف لتشكيل رأي عام مشوه عن الإسلام، ما أدى إلى ارتفاع موجات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وصعود الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة في الغرب، وبما كان يؤذن بتغيير المشهد السياسي في الساحة الأوروبية وتغيير خريطة المنطقة لمصلحة مشاريع التقسيم. ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تغذية الإرهاب وصعود داعش في المنطقة المشروع الإيراني الإرهابي الذي كان هدفه الاستراتيجي إغراق المنطقة في مستنقع كبير من الفوضى لخلق بيئة غير مستقرة تتيح لإيران بسط سيطرتها وتكوين الميليشيات المسلحة الخاضعة لها. المشروع الإيراني اليوم يتجه نحو الانهيار والإفلاس لأنه مشروع إرهابي كاذب بامتياز، وبدأ الوعي العالمي يزداد بخطورة هذا المشروع على مسار السلام الإقليمي والعالمي، وبدأ يفقد دعمه الأمريكي في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. صحيفة البيان في إحدى أخبارها الأكثر قراءة عنونت: واشنطن تمنع الأجهزة الإلكترونية على الرحلات القادمة من الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة: قررت الولايات المتحدة أن تمنع اعتباراً من الثلاثاء ركاب دول عديدة في الشرق الأوسط من أن يصطحبوا معهم داخل مقصورة الطائرة الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والمحمول والأجهزة اللوحية. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس إنها وبناء على طلب السلطات الأمريكية المختصة وجهت شركات الطيران الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية بمنع اصطحاب أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية مع الركاب داخل مقصورة الطائرة. من جهتها قالت شركة الطيران الأردنية الملكية الأردنية إنها تعلم المسافرين على متنها والمتجهين إلى الولايات المتحدة أو القادمين منها بقرار منع حمل أي أجهزة إلكترونية أو كهربائية داخل مقصورات الطائرات. وأضافت أن هذا الحظر استثني منه أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الطبية اللازمة خلال الرحلة للمسافرين الذين يحتاجون إليها. وإلى أخبار صحيفة القدس العربي والتي عنونت: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تعتذر للشعب قبل مثولها للتحقيق أمام النيابة العامة. وقالت الصحيفة إن رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هي اعتذرت لدى وصولها مكتب النيابة العامة في سول من أجل استجوابها إلى الشعب بسبب فضيحة الفساد التي انتشرت خلال الأشهر الماضية. وقال تقرير إن القضايا المحتمل أن تواجهها باك في التحقيق تشمل اتهامها بأن شركات محلية قدمت تبرعات كبيرة إلى مؤسسات يقال إنها تخضع لإدارة صديقة الرئيسة المقربة تشوي سون سيل. وعزلت باك مؤخرا على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع تشوي لابتزاز أموال من شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج، والسماح لصديقتها المقربة بالتدخل في شؤون الدولة، ورفعت الحصانة عن باك التي تحميها من الملاحقة الجنائية. قالت شبكة البي بي سي إن سوريا احتلت المرتبة 152 ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم، فيما تصدرت الدول الإسكندنافية قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم متبوعة بالدنمارك ثم إسلندا، لتأتي سويسرا في المرتبة الرابعة قبل فنلندا. أما من الدول العربية فتصدرت
دولة الإمارات العربية وجاءت في المرتبة 21 عالميا، وقطر في المرتبة 35، والسعودية في المرتبة 37. إلياس خوري كتب في صحيفة القدس العربي مقالا أشاد فيه بموقف ريما خلف التي قدمت استقالتها من منصبها الأممي، وقال في جزء من المقال: كان من البديهي أن تنهمر الإشادات بالموقف الشجاع والأخلاقي والنبيل الذي عبرت عنه ريما خلف في استقالتها من منصبها كمديرة تنفيذية للإسكوا، بعدما طلب منها الأمين العام للأمم المتحدة سحب التقرير الممتاز الذي كتبه ريتشارد فولك وفيرجينيا تشيلي بعنوان ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري. بتواضع العلماء وكبرياء المضطهدين، قرأت خلف نص كتاب استقالتها معلنة إيمانها بأن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط ليس حقا للناس فحسب، بل هو واجب عليهم. واستطاعت خلف في موقفها البسيط والمباشر تذكيرنا بواجبات المثقف في قول الحق دائما والدفاع عن الحقيقة مهما كان الثمن. وهي في إصرارها على تبني تقرير أعده أكاديميان كبيران مدافعان عن حقوق الإنسان، قدمت نموذجا للمثقف الذي يقوده التزامه الأخلاقي للاشتباك مع قوى الظلم والظلام حسب الشهيد باسل الأعرج. تقرير الإسكوا الذي سحب عن موقع المنظمة الدولية الإلكتروني بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة صار ملكا لكل الناس في العالم، ومن واجب الجميع درسه وتحليله وتعميمه واستخدامه كأداة نضالية في المعركة ضد عنصرية إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. لكن السؤال الكبير الذي علينا الإجابة عنه لا يتعلق بخطاب إدانة إسرائيل، وهو خطاب تتشدق به الأنظمة العربية. إنه سؤال عن مواقف الدول العربية الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا من قرار الأمين العام سحب التقرير ومن قرار الأمينة التنفيذية ريما خلف الاستقالة. جزر الرأس الأخضر بلدة وعيرة الطباريس تقع غرب السواحل الأفريقية، تتمتع بمناظر طبيعية خلابة أبرزها الجبال الشاهقة والأودية الساحقة التي نتجت عن النشاط البركاني الكثيف، وتتميز أراضيها الزراعية بالخصوبة الشديدة. نتابع بعض هذه الصور من شبكة البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.